الأزمات عاشق تقديم الخدمات وحاول أحاول حل الأزمات وانت على فال فال في مقالب كل الحلقات وانت على فال فال في مقالب كل الحلقات أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب ويا خفنا من خدماتك فيها دوائي ومصايب ويا خفنا من خدماتك فيها دوائي ومصايب أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر يا سلمان انزل تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت في الأرشيف تنزل تحت يا جموع تنزل تحت في الأرشيف يا جموع ما سألتني ايش بكيت؟ والله ما ادري يا استاذ يمكن عندكم صار مصيبه ولا فا ولا شيء عظم الله لكم الاجر يا اخي. جماعه انت حبيبي وانت عزيزي وانت الكل. انا يا استاذ نفضل نذهب الموضوع مباشره احسن يا اخي. موزع خير مالها المدى؟ تبي تشوف عايده؟ طيب يا اخي خليها تشوفها. بتشوف عايده. انت جننت؟ يا اخي تبغى تتاكد من ذوق زوجها يعني. يا بو دمك يا اخي. ايش تبغيني اقول لك بس؟ الحل يا جمعه الحل. ايوه قول انت. يعني تشوف ان وحدك ذاك كحيانة عجوزة متهتكة تقوم بدور عايدة يعني عجوزة وكبيرة ومتهتكة. هاي تخليك تتزوج على زوجتك يعني الحلوة اللي ما جميل متهتكة يعني؟ ها؟ زوجتك العاقلة الغافلة المسكينة. ما سألت نفسك ليش؟ قول لك يا ذكي. كيف؟ عامل إنساني وبعدين زوجها صديقي وقبل لا يموت قال لي يعني وصاني عليها مساكينة فأنا قلت هذه البنت لازم أراعيها ولازم أحافظ عليها بعدين فكرت في الناس يعني قلت بدل ما الناس يقوموا يتكلموا علينا أتزوجها. بليس إيش قلت؟ لا أقول يعني سبب معقول يعني معقول. كيف تجيب عايدة يعني؟ أول شيء واحد. الله خبرك ما أقدر يعني. خبرك ما علي خلي الموضوع علي أنا ما يهمني. وأنا يا جمعة يا عزيزي لا يمكن إني أنسى لك هذا الجميل أبداً. أي بس شيء واحد بعد يا أستاذ. لازم أستلم رواتب كلها ما أستوي أشتغل بالخصامات هاي ما أستوي. أفا عليك يا جمعة أفا. بتسلم معاشك وتسلم راتبك وتسلم مكافأتك بعد؟ لا سلم واستلم جمعة. ماشي جمعة ما جمعة
أنا ما أعطتني حقوقك كلها ببلغ الجهات العليا. بعطيك كل حقوقك يا جماعة، لكن يعني بعد ما تخلص هذه السالفة. وليش تربط حقوقي بهذه السالفة؟ ليش؟ علشان تهتم يا جماعة، والحاجة أم الاختراع، وعجوزة في دور عايدة. إيش قلت؟ قلت بجيب لك عجوزة خيبر. يا جمعة يا أخوي، السالفة هذه بصراحة صعبة صعبة. أرجوك يا حمد حاول تساعدني أخي، علشان خاطري، بس علشان خاطري. يا جمعة هاي السالفة ما تصير، ما في واحدة تسوي كذا، ما تقبل. طيب يا أخي، إذا ما علشان خاطر عمي صالح حمد. من عيوني يا جمعة، هاي شغل أفلام، إذا كانت بالي أنا أسويه ما عندي مانع، لكن عجوز منين أجيب عجوز؟ يا حمد يا أخوي الله يهديك، حاول تساعدني، إذا ما عشان خاطر عمي صالح علشان خاطر اللي قلبك فيه على الأقل. أفديها بروحي ودمي يا جمعة، لكن السالفة هاي بصراحة صعبة وتحير. يعني كيف؟ يعني أجيك لحد البيت وتردني يا حمد؟ وهذا أول طلب أطلبه منك؟ يا جمعة هاي أخذت عاد علي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جمعة يا أخوي ما ودي، والله ما ودي، لكن أنت والله ما أعرف إيش أقول لك، زين والحين خلصني، ما تقول لي ما تساعدني في الأمور، ما ساعدني يعني، بس تبي مساعدة مني، ما تعطيني مساعدة؟ زين تصبر شوي، الله يبارك فيك يا جماعة، خليني أفكر، أعطيني فرصة أنت الحين. صب لي قهوة، يلا فكر. هي تفكر، شوف أنا بعطيك فرصة، أقعد ما تطولها، ما أبيها أكثر من كم ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث، بسرعة يعني. زين عاد مقابل الخدمة. انت بعد لا تنسى موضوعي، ايش يعني؟ تساعدني يعني تعيني تدفرني. زين حاضر، بدفرك من الحين، بدفرك. لا حول، تدفرني هين توديني يا جماعة؟ انا اقصد تدفرني في المكان المناسب. حاضر ابوي، حاضر بدفرك وبساعدك، بس ارجوك يا حمد. لا يا جماعة لا ترجوني. جماعة نعم، انت ما قلت لي ليش ترجوني؟ قلنا لك 100 مرة ريد عايد العجوز، انت نسيت؟ العجوز، لا ما نسيت. ممتاز، ها؟ نعم، ممتاز، ما قصرت، كذاك أبغاك. يلا الحين مع السلامة، مع السلامة. خلاص يا حرمنا المصون، أنا بقلعش. أمي خلاص، أنت ليش بترجعي لنفس السالفة؟ إحنا خلاص تخلصنا من هذا الموضوع. اقنعيها يا بنتي يهودة، قنعي. مش هذا، مش ما راضى تقتنع أبدا. أنا يا ما حاولت أقنعها لكن بدون فايدة. تقنعني يا سلمان ولا صاحب الطبع ماي؟ خلاص يا موزة، خلاص لا تكملي. أنا متأكد إنك أنت ما بتقتنعي أبدا إلا إذا شفت بعينش. طبعا ما أقتنع إلا إذا شفت بنفسي. بتشوفي اللي ممتاز يا جماعة، ممتاز. زين ومتى عاد بنشوف قمر 14؟ أو في الحقيقة يعني بعد ما حصل. إيش؟ لا أقصد يعني أنا ما حصلت فرصة علشان أفتحها، يعني تعرفي إني هذه الأشياء ما سهلة يعني. ولا نسيتي يوم أنا بغيت أتزوج أنت إيش سويتي؟ نسيتي يا موزة، نسيتي؟ يا أمي ما في داعي لهذه السالفة، خلاص انسوها. انساها؟ وكيف انساها يا بنت الحلال؟ لا، حد ينسى وحدة كانت المفروض تكون مشاركته؟ يا أبوي وأنت تتكلم بإصرار كأنك ناوي تتزوج فعلا. يا بنتي هذا دافع إنساني، والله العظيم دافع إنساني. نعم. لكن سمعي يا موزة، بشرط واحد عاد، تدخل هذه البنت سليمة وتطلع من البيت سليمة، ما نبغى يصير اللي صار مرة ثانية. يرجوش كيف يعني الضرب يعور؟ ترى يا موزة الضارب ينسى لكن المضروب ما ينسى. يا الله. ولا يهمك يا سلمان، من هو؟ هي ما بتجي ورجولها؟ أتخرج إن شاء الله على نقال. سالم. نعم. أنت ليش ما تتكلم؟ وإيش تبغيني أقول؟ قول شمال. وليش؟ أنت قول شماله بس. الشمال لما أضرب فيها ما
ما تسوي شيء تقول. انت قول شمال وخلصني. شمال؟ هو انا اقول يمين. اي اليمين احسن. ضربة واحدة باليمين تطيح الارض احسن. هو انا اقول شمال. انت معاي ولا مع الخصم؟ انا مع الظاهر. سهام انت ايش فيك مريضة؟ هم ضايقة شوي. اتمنى اشوفك يوم واحدة غالب واموت. لا حول، ايش هالكلام يا سهام؟ ايش هالكلام بتقولي؟ انزين قول شرق. اصلا اللعبة ما فيها شرق. يا سلام، واصلا انت في زاوية ما ضايق منها ضايق الشرق والغرب واليمين والشمال وكل الزوايا. ايش فيهم؟ لا سلامتك ما فيهم شيء. انت قول شرق وخلصنا. شرق؟ لا غرب. وليش غرب؟ غرب ليش ما اعرف، انت قول غرب وبس. يلا غرب. وانا اقول شرق. شرق وغصبا عنك، يعني لين متى بتجلس انت تنغلب وانا اتعذب؟ سهام؟ نعم. قولي عشاء. ها عشاء؟ لا غدا. اصلا ما يصير التعشي قبل ما نتغدى. يا سلام، هذا اللي اتفالح فيه. ايش رايك تعال تلعب معاي وكسر لك يدين ولا ضلوع؟ على الاقل بدل ما ذلك اللي لفوا لك وجهك من غير اي فايده وتكون مستوره. سهام اصلا انا لو اضربك ضربه واحده واطيحك الارض بعدين ليش اضربك؟ حرام يعني، من بيت بخلي. يا سلام. اي 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 ليش تركض؟ تعال على الاقل يمكن تموت على يدي واشفي غليلي منك ويمكن الحلبات يفتكن منك. استاذ حمد مرة واحدة الله يبارك فيك عاد. اسمعني يا جمعة، أنا اليوم لازم أكلمك في الموضوع لازم، وبصراحة لازم تريح لي بالي. لا 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 يا حمد، لا يا أخوي، أنا الحين تاني جاي من الشغل وتعبان رجوك، وأفضل إنك تجيني البيت أحسن. أنا الحين حاضر. لا 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 لا، ما الحين، بعد الغداء، بعد ما تتغدى يعني. إن شاء الله. إن شاء الله، الحين تعجبني، أنا بس جاهز، أروح البيت آكل لي لقمة وأجيك على طول. ولا خبرك، إيش رأيك تجي تغدي معي البيت؟ لا ما يحتاج. المهم لا تنسى موضوع الخميس الجاي، ها؟ ها؟ وموعدنا في الفيلا ترى. عفا عليك، انا تحت الخدمه ولا يهمك. لا انت ما مهم، اهم شيء عايده بس. فاهم فاهم. زين ايش رايك تاكل لك لقمه معاي؟ اغدى جاهز. لا احسنت، عندي كل شيء في البيت موجود، ثلاجه متروسه، سمك ودجاج وغوزي وقبولي، لا حتى هريس بعد موجود. يا لا أكل ولا شيء، والحالة حالة، لا غداء ولا حاجة، ذاك الثلاجة بعد فاضية، لا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا ناكل بسكوت شوية. هذه حرمة عمي، متى بترضى علي وتطرش لي أكل؟ ما هم غضبانة، ما أذوق شيء أنا، لا أقدر أدخل البيت ولا طرش فاطمة ولا عم صالح يجيبوا لي شوية عيش ولا شوية صاجونة ولا كيمة ولا حاجة ولا شباتي ولا شيء. أوه خلاص، لا يجي عندنا ولا حتى نشوفه. أحسن. والله أمي حرام، والله حرام على شكلك. خلي لغاية ما يحس، خلي يشبع شرب ماي هذا شوية. خلي أنا تو هذا أسوي عشان إيش؟ ما عشان مصلحتش؟ ماك ذاك يا صالح؟ ها؟ آه نعم معك حق، لكن هذا ما يمنع إن يمعة يكسر الخاطر وصعبان علي. الظاهر إن السالفة طولت، أنا مستغرب منه، حتى المطاعم ما يروح يأكل فيه. الظاهر إنه ماشي فايدة. بيجي وهو يصرخ، بس الصبر، بكرة بتقولوا كلام مريم في الشفة. يا الله، أول ماي حار وسخن وكل شيء جاهز، عاق السكر والشاي. خالية ماشي الظاهر شاي ولا هني، ماشي شاي ولا سكر بعد، إيش الحالة هذه؟ طفيها. شوف الثلاجة إيش فيها بعد،
لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد الثلاجة ما فيها شيء خالية مرة. والله زين بعد شيء بسكوت. والله الحمد لله. تفضل تفضل اخوي تفضل، باب مفتوح. اهلا وسهلا حمد، كيف الحال؟ كيف حالك يا جماعة؟ صح يا اخوي، حياك الله تفضل. انت بعدك للحين تتغدى؟ انا قلت خلاص انت تغديت. لا الحمد لله شبعت. تفضل اخوي تفضل. تفضل. يا حي الله محمد اخوي. اهلا وسهلا. تفضل استريح اخوي استريح. يا هلا بحمد، يا هلا، حي الله حي الله محمد اخوي. خير؟ خير اللهم اجعله خير. بصراحة يا جماعة أنا جاي لك في مسألة خاصة. بما أني أنا أحترمك وأعتز فيك وأعتبرك مثل أخوي، خاصة يعني أنك أنت إنسان نبيل وسكر. يا غير عندي سكر كان سويت لك شاي يا أحمد يا أخوي. فعليك ولا يهمك، أنا الحين بروح أجيب لك سكر. لازم يكون شاي بالأول موجود على الأقل. بصراحة يا جماعة المسألة مسألة نسب. نسب؟ أنا أمي ماتت من زمان الله يرحمها. الله يرحمها إن شاء الله ويغمد روحها الجنة يا رب إن شاء الله. واختي زكية لحقتها بعد من زمان؟ الله يرحمها ان شاء الله ويغمد روح الجنة ان شاء الله يا رب. غريبة، ما دام انك جاي تدعي وكأنك عارف، ايش اللي جايب لك اذن؟ بصراحة يا جماعة انا يعني جاي انك علشان تكون انت واسطة خير بيني وبين اهل العروس. انا تحت خدمتك يا اخوي، تحت امرك، انا طول عمري خدام الاخوة. والله صحيح يا جماعة، صحيح انك ما تقصر. الزواج هذا نص الدين وعصمة، ويا حظ من جمع راسين بالحلال. صحيح انت تغديت؟ الحمد لله الحمد لله. وايش تغديت؟ والله بس لحم ناشف وخبز تنور. لحم ناشف وخبز تنور؟ كم خبزه؟ ماشي بس 4 خبزات من الصغار. 4 يا الظالم؟ والله يا جماعه ايش اقول لك بعد، انا هذه الايام صراحه نفسي منسد عن الاكل. لا والله ما عندي خبر، كذاك نفسك مسدوده واربع خبزات، كيف لو مفتوحه؟ كان بتاكل خبز العالم كله. والله شهيتني على الاكل بيني وبينك، المهم يلا كمل سالفتك. بصراحة يا جمعة أنا أريد أتزوج فاطمة. فاطمة بنت عمي صالح؟ والله إنك توفقت في الاختيار. يعني أنت موافق؟ مبروك. بصراحة عاد إن شاء الله بس أبوها يوافق. بصراحة أنا قلت إني لازم أكلمك في الموضوع، لأن مهما كان هي بنت عمك وبمثابة أختك، وهذه الأمور عائلية والواحد صراحة لازم يمهدلها. وأنا يا جمعة عن نفسي حاضر، المهر الشبكة كل شيء جاهز. واللحم بعد جاهز؟ أكيد أكيد يا جماعة اللحم جاهز. ولا يهمك يا أحمد طمن، هم بيحصلوا أحسن منك. هذه والله وجات النقدة من الله. العموم اترك الموضوع علي، هذا أنا دائما خدام الأخوة. خدام؟ إيه نعم، وإيش فيها الواحد لما يخدم؟ الحين فهمت، بس الحين فهمت. ولا يهمك يا حمد طمن، انا بروح لعمي صالح بجيب لك الجواب. يلا اذا انا الحين بروح عنك وانتظرك في الجراج. لا 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 لا، لا تروح في الجراج، خليك هنا عشان نتغدى مع بعض. يا جماعه انا قلت لك خلاص تغديت. انا عارف انك تغديت وماكل 4 خبزات. اي نعم. زين اشرب شاي. هو عندك انت شاي ولا سكر حتى اشرب؟ ما دام انك عارف انه ما هي شاي وسكر، روح جيب يا اخي. صحيح الناس ما تحس. افا انا ما احس، الحين بروح اجيب لك سكر. لحظه تعال. كم قلتي ماك انت؟ كم خبزه؟ جمع الله يبارك فيك. 4 بس. 4 4 وتريد تتزوج؟ هي نعم. وبنت مريم؟ لا بنت عمي صالح. اطمن يا حمد، ما دام المساله فيها عمي صالح بتشبع ضرب، قصدي اكل. انت الحين روح الدكان وانا بروح لعمي صالح. زين مع السلامه. الله مبروك انك المال من العيال. روح الله يخليك. مع السلامه. ما حالك ان شاء الله؟ ما حالك. هذه فرصة ما تتعوض. بيريحوني من فاطمة. تزوج فاطمة، تزوج فاطمة، ما أبغيها بالقصر. هاي العريس جاكم مرة جاهز. الحين بروح أتغير وأغير ملابسي واستعد وروح لعم صالح. يا سلام يا هالريحة الطيبة، يا الله يا الله يا الله، تسلم إيدك يا من أبهان على هالأكل الطيب. يا سلام، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف أنتوا؟ ما بتاكلوا معي ولا كيف؟ احنا كلينا سبقناك في الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. تصور يا ابن ابهان سهت عيني شوي بس كيف تغطيت رقدت، حلمت اني قاعد اكل وحدي وما حد معي. نعم سبحان الله، الحين يوم صحيت لقيت الاكل قدامي. والله انا احس ان احلامي تتحقق. نعم دائما تتحقق.
حلمت في الأكل؟ نعم. يا رب يا رب ارحمني وشيل عني يا رب. الناس تحلم بثروة، بقصر، بسيارة، بذهب، بزوج متريش حال بنته، ولا كلمة حلوة يعرف يتكلمها مثل الناس. شفتي؟ شفتي أبوش؟ حتى أحلامه صارت أكل في أكل. يا سلام، عارف من يأكل طيب؟ ها حيروا في الحباب، روحوا في الحباب، روحوا. هذا أكيد جمعة. تعالي تعالي خليني أشيل الأكل. ما حرام علش ما يصير كلاك. صح، بنت عندي حق. أيوة أيوة، هذا آخر مرة أسمح لك. لا بابا، أينهم؟ أمي إنك أنت معك. مساء الخير. مساء النور. الظاهر أنا جيت في وقت غير مناسب. لا أبدا، أنت جيت في وقتك، مثل ما يقولوا عمتك بتحبك. تعال. وأنا بعد أحب أنت. شفتي؟ شفتي الوصفة؟ الجوع خلاه ينطق على الله، بس ما يرجع في كلامه بعد ما يشبع. يا رب يا معاك. نعم. خذي تعال عليك بالعافية. لا لا بالهنا يا عمي، بالهنا بالهنا. جلس لا جلس تغدى ولا سبقتنا على الغداء؟ لا لا انا تغديت بصراحة، تغديت. قلت لك قعدت تغديت. جمعة اسمع كلام ابوي، هذا الوحيد اللي ما رد كلامه، كله صوب وعمي صالح بصوب. انا قلت للمغفل ما انت الوحيد اللي تاكل لحم. انت تتكلم عن من؟ اتكلم عن اللي جاي علشانه. من هو هذا اللي جاي علشانه؟ اللي يقول لي انا اكل لحم. وانت ايش تاكل؟ لحم. عيل من هو هذا اللي يقول؟ انا؟ لا هو هو. هو من؟ اللي انا جاي علشانه يا عمي. انت كل وانت ساكت، كل وانت ساكت، لين اطلق شيء وتسبب لنا مصيبه وبعدين ما ناكل شيء. لا الظاهر ان الاكل بينسي مره ثانيه، لكن نشوف آخرته. وهذا السكر يا جمعة وجبناه، وهذا الشاي وجبناه. الله يوافقه، بس على الله يوافقه، علشان أمي تفرح وأنا أفرح والحارة كلها تفرح، ونسوي عرس كبير كبير، وألبس خنجر وعمامة وبشت وشال وجوتي. الله الله الله. بس أنا اللي مجنني الجمعة هذا. هذا جمعة ليش ما يشتري أكل؟ وليش ما يأكل معاهم؟ هو ما كان مدير عام؟ وبعدين هذا ليش يستغرب لما أنا أكل 4 خبزات ولحم؟ أنا أصلاً لما تكون نفسي مفتوحة للأكل أكل 7 خبزات وتيس كامل. أقول سلمان، تراني بعدني منتظرة طلة العروس البهية عشان أفرش لها الأرض ورد ومسامير، قصدي ياسمين. وانتي ليش مستعجلة يا حرمنا المصون؟ باغي أضرب لها الطبل وأرقص، قصدي أتمنى أشوفها. شوية شوية عليش، شوية شوية عليش، لا تنفجري. إيش؟ قصدي انت ليش مستعجله يا موزه؟ اقول لك سلمان، ايش رايك انك تجيبها اليوم، ولا اقول لك جيبها بكره علشان اكون يعني متجهزه اكثر؟ لا 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 لا، هي في الاول لازم تخلص ترتيباتها ولازم نستأذن من جمعه. جمعه؟ لا لا لا، أقصد يعني هي عندها ولد اسمه جمعة بعد. بمناسبة الحديث عن جمعة، أعطيته حقوقه ولا لا؟ جمعة أخذ حقوقه بالكامل يا مدام. هو إحنا عندنا كم جمعة؟ حي الله بجمعة، حي الله ولد أخوي. الله يحييك يا عمي. الشاي يا مريم الشاي. أما غدا عاد غدا، المشكلة إنه فاكر نفسه إنه ما حد واحد غيره ياكل مثل الأكل المعتبر هذا. اللي هو من؟ اللي هو أنا جاي علشانه يا عمي. أنت جاي علشان من؟ اللي فاهم نفسه إنه ما حد غيره ياكل. هل هو من؟ اللي أنا جاي علشانه. لا يا الله يا مثبت العقل، أنت إيش الخرابيط اللي قاعد تقوله؟ مريم أنت فاهم شيء؟ الظاهر أن الأكل ساح في المخ. أنت على العموم عن اللف والدوران، أوامرك يا أسد جمعة. يا أبوي يا أبوي خلي يتكلم براحته. وأنا ما أسكننا يتكلم. تكلم. خلوني أخذ لي شوية شفطة من الشاي هذه قبل لا يأخذنا الكلام، وبعدين ما أحصل ولا شفطة. شفطة؟
يا رب ارحمنا وشيل عنه يا رب. هذا هو الشاي الزين، احسن من الشاي اللي رايح يجيبه هذاك. هذا جاهز ومطبوخ، لا يباله طبخ ولا بلاوي، جاهز. من اللي يجيبه؟ هو اللي انا جاي علشانه يا عمي. اللي هو من؟ هو اللي رايح يجيب شاي وسكر. لا يا الله، ردينا على نفس السالفة يا مثبت العقل. شي يبي لي حبة تسبرو، راسي صار في صداع. لا لا لا، ما يحتاج يا عمي، ما يحتاج. انا بقول لكم عن كل شيء بصراحة. انا في الحقيقة جايينكم مع موضوع، يعني علشان مناسبة سعيدة، واريدك تستعد يا عمي. ها، قلت لي مناسبة سعيدة، هذا هو الكلام الحلو اللي يشرح الصدر. قلت لي مناسبة سعيدة، ها؟ يا سلام، كمل يا جمعة، وانا اذان صاغية اسمعك وانا ممنون، كمل. الله يديم عليك السعادة دائما يا عمي. عمي انت ايش رايك فيني انا؟ وهذا يبغى لك كلام افع عليك. انت ولد طيب وشهم ونبيل وولد اخوي، ولا نسيت ان انا مربنك ولا ايش؟ ها مريم؟ ونعم التربية. نعم، ادخل على الموضوع على طول. واخلاقي يا عمي، اخلاقي؟ اخلاقك ما عليه غبار، زين وفوق الزين، وسيرتك مثل الورد. يعني يا عمي انا في عمري كذا بت، ولا يعني مشيت في طريق الباطل؟ حشاك، ما عاش اللي يقول عنك هالكلام. نعم، علشان كذا يا عمي انا جيت اتكلم معاكم في موضوع خاص يعني. خلاص انا الحين فهمت كل شيء. فاطمة. نعم أبوي. دخلي داخل. لكن يا أبوي. يقول ليش أبوش دخلي داخل، روحي داخل. يلا داخل. حاضر. الظاهر أنتم يا جماعة عندكم فكرة عن الموضوع باين. أفا عليك يا يمعي ولد أخوي، الكتاب باين من عنوانه، صح يا مريم؟ هي نعم صح كلام. تمام. ويا ترى فاطمة عندها فكرة بعد؟ نعم. خلاص انا الحين فهمت زين. غريبه، انت من قال لك يا عمي؟ الحقيقه يا ولدي انا ما عندي مانع، بس بشرط عاد. اول شيء موافقه مريم. طبعا ما دام هي راضيه بي انا ما عندي مانع، الزواج قسمه ونصيب، بس عاد لازم أأمن مستقبل بنتي. يعني ايش يعني؟ المهر والذهب والفلوس الثانيه يعني، ولا انت يعني فاكر ان الزواج لعبه؟ مريم، هذا هو الموضوع اللي احنا اتفقنا فيه. لازم علشان يحس بقيمه الحرمه، ولا انت فاكر ان يعني بنتنا رامينها كذا؟ لا تتهاوشوا يا جماعه، لا تتهاوشوا، طلباتكم كلها مجابه. وانا اعمل اخلاق. نعم، بس انا بصراحه بعدني ما فاهم شيء. تو كيف عرفت الموضوع كذاك على طول؟ مع اني انا بعدني ما تكلمت، ما قلت شيء. يا معولدي انا عارف هذا الموضوع من زمان، بس ننتظرك انت تتكلم. انا الان؟ لان صاحب الشان مفروض يبادر اول، اهل العروس هم يسكتوا ويتشرطوا. صاحب الشان هو في واحد غير اكلمكم يعني؟ خلاص ما دام انت تكلمت خلاص. بس يعني يا عمي موافقين؟ موافقين نعم طبعا، وبالشروط اللي اتفق عليها. يا ليتني جبته معاي، لو جايبيني معاي كان كل شيء انتهى. مسكين يفكر المسألة فيها شد وجذب وخذ وهات وعطوا مني ربشة. اللي هو من؟ اللي انا جاي علشانه يا عمي. يا هو ردينا يا مثبت العقل. ما هو يا عمي لازم رايا هو، الله يهديك. يمعة. مريم. ليكون قصد الشايب حمدان في البلد، لأن الشايب حمدان هو كبير العائلة. يمكن. أنتوا رديتوا بعد وسوسوا شوي شوي؟ يا جماعة أعتقد أن الأمر واضح وما في داعي. أفع عليك يا جمعة، أفع عليك، ما في داعي، خليه لا يتعطل عن شغله وأعماله. خلاص أنت خبري أن احنا موافقين وخلاص. عظيم يا عمي. إذن خلونا نسمع رأي فاطمة. أنت ما عارف يعني رأي فاطمة من زمان؟ أفع عليك بس يا ولد أخوي، أفع عليك. رأي فاطمة إن شاء الله حظي. فاطمة، يا فاطمة. نعم أبوي. أنت قاعد تسمع هناك؟ قل عليك. المهم طمني جمعة إنك موافقة ولا لا؟ اللي تشوفه.
شوفوا البنية تستحي. مستحي مستحي. مبروك مبروك. ما دام المسألة سهلة كذاك إذا بخلي يجي قابلكم بنفسه يعني. اللي هو من؟ اللي أنا جاي علشانه يا عمي. لا 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 لا. خير عمي إيش فيك شيء قصك ولا شيء؟ قلت لك ما في داعي التعبة. كيف لا يا عمي؟ هذا الوصول إنه يتعب يا عمي، هذا موضوع مصيري ولازم يتعب. أيوة يا صالح، لازم يجي هو هنا. نعم، إيش إحنا رامين يعني بنتنا كذا؟ وبعدين جمعة صح يعرف الأصول، لازم يجي هنا عشان نتفق معاه في التفاصيل. صح. وطبعاً جمعة لازم يكون معه. وليش؟ ما في داعي لوجودي أنا يعني منع عن الإحراج. عين العقل يا جمعة. يا سلام. يا سلام يا ولد أخوي، ونعم الأخلاق نعم والتربية العائلية. أصلاً الأمور هذه العائلية والماديات إحنا بنتفاهم فيها وبعدين بنبلغك. وليش تبلغون يا عمي اللي تتفقوا عليه؟ مشوا. الله الله والله إن أخلاقك عالية، أنا ما كنت أعرف إن عندك حد رجل عالي من الأخلاق. على العموم مبروك والله يتم بخير. أنا أستأذن عنكم أنا. حياك الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا جماعة. مع السلامة يا فاطمة، مبروك. هلا. يا رب يا رب ارحمني وشيل عني يا رب. ما معقولة ما معقولة، أنا ما مصدقة ما مصدقة. جمعة خطبني خطبني وصلت إيش جابت فايدة يا أمي. لا الظاهر يدور الدور على الشبعان، اللي يحتاج له وصفه يقدر يسوي اللي كنت أتمناه زمان. نعم أخيرا أخيرا حلمي تحقق تحقق. أنا ما قلت ليش ما قلت ليش إن جمعة باغي يقولها بس مستحي. الله يسعدك يا بنتي إن شاء الله. يا رب يا رب ارحمني في حظي العاصر. يا رب يا رب ارحمني وشيل عني. صحيح يعني خلاص وافقوا يا جماعة؟ ايش قالوا لك عني؟ انا بلعب يا حمد. صدق يا ناس يا ناس انا مصدق. ليش انت شايف نفسك قليل؟ لا يا حبيبي انت طيب وولد حلال وتستاهل كل خير. صدق يا جماعة اقصد يا استاذ جماعة أنا أحبها، نعم أحبها وأريدها وأتمنى أني أسعدها. وهي أيضا بعد يا حمد. وكيف عرفت؟ كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ هي ما صدقت لما سمعت الخبر، فرحت هي وأهلها فرحوا، تقول مثل ما كانوا ما مصدقين أبدا. إذن ليش ما كانوا يعبروني كل ما كنت أحاول أني أقرب منهم؟ يا أستاذ ثقل هذا ثقل، هم يبغونك أنت تروح تخطب منهم ما هم يرمون أنفسهم عليك. لا يا حبيبي هاي السوالف معروفة. أما صحيح إن هذين البنات يحيرن الواحد، وأنا اللي كنت فاكر إنها تكرهني وكنت قلق حتى ما كنت أنام الليل. وتصدق يا جمعة نفسي كانت مسدودة. مسدودة أربع خبزات ولحم ومسدودة بعد. الحمد لله الحمد لله الخير وصل على إيدك يا أحلى جمعة في الحارة كلها. بس أنا اللي مستغرب منه يا حمد، كيف كان عندهم فكرة على الموضوع من قبل؟ ها؟ كيف يعني؟ شيء حير بصراحة. أنت قلت لعمي صالح شيء لمحت له من قبل ولا شيء يعني؟ لا والله يا جمعة إلا على إيدك. هذا تصدق كان حتى ولا يعبرني، تصدق إنه كان ما يرد لي السلام لا صباح ولا مساء. إذن ليش فرح لما قلت له الخبر؟ طبعا يا جمعة لأنك أنت لك معزة ثانية وكلامك شيء ثاني. لا والله يا حمد كلامي عادي جدا، تغديت وكلت لحم مثل ما أنت كليت، ترى ما في حد أحسن من حد ولا إيش رأيك يا حمد؟ أنا ما قلت شيء يا جمعة ما قلت شيء، وأرجوك يا جمعة لا تزعل مني وخليني في فرحتي. أرجوك خليني في فرحتي. المهم تكلمنا بعد الأكل. زين واتفقتوا على إيش؟ على إيش اتفقنا بعد؟ أنا خلاص جبت لك الموافقة المبدئية وانت تروح تخلص اللي بينك وبينهم يا اخي. زين عاد جمعة انت بتجي معي؟ انت توتو ايش سالفتكم؟ هو يقول تجي معاي وهو تقول تجي مع حد. يا اخي انا اللي بتزوج ولا انت اللي بتزوج؟ وبعدين هذه مسائل عائليه انا ما لي دخل في المواضيع. اقول جمعة يعني انت 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 متاكد انهم موافقين؟ اقول لك هذول ما مصدقين حتى، طاروا من الفرح، هاي قاصين لا يطبلوا بس. يلا انت الحين روح لهم يلا بسرعه وجيب النتيجه، انا منتظر انك هني. يلا الحين؟ ليش انت ما جاهز؟ جاهز ونص. يلا عجب خير البر عاجله. خلاص ولا يهمك.
ايش هذا؟ انا جبت لك شاي وسكر وقلت يعني اطبخ لك مره واحده. لا يا حبيبي، انا شربت الشاي وارتحت وطلع الكلام مره واحده. والله؟ اي نعم. اما انت طيب يا جمعه صراحه. انت ايش موقف عندك؟ يلا حبيبي روح بسرعه روح. لا، اول شيء اروح اتلبس واتكشخ وبعدين اروح. يلا روح زين، انا انتظرك. مع السلامه. انتظر النتيجه. يلا يمك. لا تحير. يلا اخبارك. توكل. هذه واحده وخلصنا منها. يا رب يا رب تحقق اللي يدور في بالي يا رب. أرجوك أرجوك جيب نتيجة معاي، ما تصيب مع حمد وتخيب مع جمعة، فاهم؟ شايفة؟ شايفة حال أبوش؟ هذا بس أبو فالح فيه، لكن ما عنده غير النوم والأكل وبس. ترى تعبان من الشغل يا أمي، شوفي مسكين شغل؟ الله يعلم كيف مستحمل هذا اللي، لكن ايش اقول بس ايش؟ بح بح بح. دفتر دفتر ابوي. دفتر اقول لك وقع وقع ولا بسيق الغياب، هذه اوامر المدير وقع. صبرك يا رب صبرك. ابوي 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 قم 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 سير ارتاح داخل قم. انا ارتاح فيش ولا ايش؟ انا عندي شغل والشغل هو الاهم. نعم. شغل؟ شغل الاسطوانه هذه على غيرنا. مرحبا مرحبا. بصراحه يا طيبه انت يا الغاليه، نعم ما حد مثلك، نعم ما حد غيرك. انا عندي كلمتين راس معك. كلمتين راس؟ كلمتين راس بس. زين منك عرفت شيء اوادم هنا في البيت؟ انت ما عندك غير الاكل والشغل والنوم وبس. عفا عليك يا منبهان، انا كم مريم عندي، مريم وحده ما حد غيرها. ايش هذا الكلام الحلو اليوم؟ لا اكيد المساله فيها شيء. يا منبهان يا ريت يعني يا ريت لو تسوي لي كوب شاي محترم يعدل هالراس، هذا يعدل هالراس ويعدل المزاج واروح الشغل ويخلي الشغل يمشي مثل الماكينه. سيده ماكينه. سكت وسكت ويوم نطقت طلعت منك ريحه الشاي. يا رب ارحمني يا رب وشيل عني هذه البلوه. هذه بلوه؟ مساء الخير. مساء الخير. خير مو باغي. نعم انت ما تسمع، قلت لك مو باغي. نعم وين وين هي؟ انت قلت من هذه اللي وين ومن هي؟ الطبل والمزمار والفرقه. ابوي اكيد انت شارب لك شيء، اقول لك قوم سير سير. طفران شارب. عفا عليك يا بنتي يا فاطمه، احنا ما عندنا حاجة يضرب الباب وينطرد من فوق الباب، هو من فوق الباب. تفضل يا هذا انت. مساك الله بالخير عمي صالح. انت ايش سالفتك كل ما تشوفني في حي الله مكان وحي الله درب طايح حبي مساء الخير مساء الخير؟ نعم خير، ايش تريد؟ ابوي خليه يروح، هالناس ما وراهم غير المشاكل. اه يا بنت عيب، هو مهما كان في بيتنا ولو انه، لكن ايش نسوي ترى في بيتنا الحين. الله يكرمك عمي صالح. هو صحيح ضيف غير مرغوب فيه، لكن يا الله مفل اليد حيله. نعم يا استاذ حمد اوامرك. عمي بس كلمتين. اثنين ايه؟ اثنين كلمتين يعني. كلمتين اثنين اثنين كلمتين. ها يلا تفضل. شكرا عمي صالح. ها ابوي لو سمحت. انت ولا كلمه. يلا داخل دخلي داخل خلينا اتفاهم معاك. يس استريح قبل ما تقعد. اول خبرني ايش الكلمتين اللي يا تقولهن قبل لا تطير وبسرعه. هو يعني هو لا تقعد توهوه لي. هو 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 يعني اسمع اتكلم عدل وبسرعه يا ميكانيك الفقر. ايش تريد؟
الحمد لله انتهينا من خدمة الزملاء، ومن قبل انتهينا من خدمة الجيران والأقارب. ايه الحين تحصل عاد حمد مع عمي صالح يتفقون على الملكة وليلة الفرح. يلا مبروكين. عقبالي انا عاد، انا اللي ما قادر اتكلم بنفسي. حتى انت يا الكتب ما قدرت تنفعوني بشيء. يا ترى العيب فيكم ولا في انا؟ المهم احناك الحين حمد مع عمي صالح جالس يقول حمد. نعم عمي. بنتي لا يمكن تتزوج واحد مثلك، فاهم؟ بس عمي انا اللي عرفت انه خلاص بنتي خطبت الريال محترم، كان مدير عام والحين صار موظف رشيف، فاهم يا زيت يا فلتر؟ خطبت؟ نعم خطبت الجمعة ولد عمها. من؟ جمعة؟ اسمعني يا ولد، انا ما اريد اشوف رقعت وجهك من اليوم رايح، لا تمسي بي ولا تصبح بي، فاهم؟ لا خلي ليلك اسود ونهارك اسود. يلا برا برا اقول لك. اطلع برا، اطلع برا، يلا برا اقول لك. يلا يا خير. ايش هناك مالكم؟ مو عندكم؟ اهدى شويه، جالس تصرخ كذا لين تطلع عرق ويسوي شيء. يلا يلا يلا. الله اكبر عليكم يا جمعة، فرحانين ها ويطبلونك يا ملعون ها. زين ما عليك يا جبار، ما عليك ما عليك يا سمد وجهي، ما عليك عينك. كيف الامور؟ مش ان شاء الله زينه ها؟ اكيد مش الضغط. ايه كيف فرحه بعيونك؟ كيف شفت فرحه يلا عاد حلوه يلا حلوه خذ حلوه خذ حلوه هو علامه قلت يكون فرحتي ما راح تندم علامه الله يهديك ها؟ انت حلوه يا خاين يا وقح، ارسلك تخطب لي تقوم تخطب عن نفسك ها؟ انا؟ لا انا لا راحت مازح بتاكل حلوه بروحك ها؟ يلا شيل الحلوه. حلوه ها؟ حلوه يا مفتري، حلوه ما زين. متى ملكتها؟ متى تتصور يعني ملكتها؟ متى تتصورها؟ والله ما اعرف لك ظاهرك انت تتهرب. بتاكل بروحك على بتاكل حلوه بتاكل حلوه خلي داخل الحلوه داخل ليش هربت يا جبار؟ عليك بالسيف بالقم انت في بطنك. ليش هربت ها؟ تعرفني ان انا بجيت لك ها؟ لو ما هارب كان بسويك هريس. هريس بسويك؟ تسويك هريس؟ بسويك هريس. اخ يا الله اسويك هريس. هريس بسويك هريس. الله الله يا الله يا الله يا الله. ما عليك ابوي، ما تضربني عجب. تاكل لك اليوم ما ادري كم خبز، 10 خبزات وكم كيلو لحم وذبيحه. ما المسكين ما اكل غير في المناسبات، فقير. ما بتقتلني عجب، ما بتذبحني. تاكل لحومات الدنيا. اخ يا الله يا الله. أنا مساكين ما أكل شيء، ما حيلت شيء، ما حيلت، وأنت تضرب لك هالدنيا أكلها ببطنك. جم هاي الكتبة لا فالتني ولا شيء، أي منكم الفائدة أنت؟ الشجاعة والصرح فارس بني حمدان، فن الكاراتيه والكراتين وهيج. كيف تصبح شجاعا قويا؟ ايش الشجاعة قوية؟ ايش الكتب لا افادني لا في الشجاعة ولا في الحب. أوه.
جمعة مالك؟ ماشي. أكيد أنت عملت بنصيحتي. جمعة أرجوك خليني في حالي الله يخليك، بعدين هذا ما نفع معه لا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب. إذن لازم أقابله عدم. وإيش يعني تقابله؟ في الوقت المناسب بعد. جمعة؟ نعم. إيش هذا اللي على وجهك؟ هذا حلم حلم. نعم؟ حلم مزعج يعني. مر علي شايل قبل هوكي في دينه وطالع مغلوب من المباراة. تحرشت فيه. إيش أبغى أتحرش فيه؟ لكن تراها غلطة، طاح فيني طاق طيخ تكفيخ في العين في الراس بس. وتقول لي ما فيك شيء؟ مو علي أنا جموع. كيف باين على وجهك دوك؟ عينك مساكينة مستوية مثل موقد. نعم صرت فاهم تراه في الحلم. شوف انت عاد. اكيد اتدخلت في شؤون حد، عرضك انسان عروضي. لكن يا جمعة يا اخوي المثل يقول من تدخل فيما لا يعنيه وجد ما لا يرضيه. هذا القليل من بحركم، وانت كان وجهك ما كان باين بعد يا عايدة. بس 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 بس, بس. سلمان انا آسف آسف، أنا النظر ترى من لكماته في وجهي ما أقدر أشوف العتب على النظر، سامح. سلامة نظرك جمعة با، سلامة نظرك. روح شوف شغلك، روح روح با، روح يلا روح با. وقف جمعة. أقول إيش سويت بالاتفاق اللي اتفقنا عليه؟ هتجيب لنا واحدة تقوم دور عايدة؟ والله إيش أقول لك، أنت مسوي مثل الهواء والماي، ما وراك أمان. لا يا جماعة يا صديقي لا، أنا بس أتمازح معك. يعني أنت قصدك تبي تخدم موزة وتطمنها لما تجيب لها العجوز وبعد ذلك تتزوج عايدة ما كذاك؟ بس بس أنت إيش يخصك يا جماعة؟ ها؟ إيش يخصك؟ أنا دائما أقول إنك عروض أنت. أنا؟ لا لا، قصدي أنت طيب وولد حلال؟ فكرت أول. انتظرها يوم الخميس؟ والله ما أعرف عاد، هذا بعد اللي صار بيوافق ولا لا؟ تشوف إيش سوى فيني بالله عليك. من؟ هذا اللي رحت علشانه. واللي هو من؟ اللي سوى فيني كذا. جمعة وبعدين معاك؟ اسمعني، أنت بتعطيني القديم والجديد ولا لا؟ ولا كيف يعني؟ ما أعطيك ولا بيس يا جمعة إلا بعد ما يتم اللي ما بعد الخميس. وإياك ثم إياك وتجيب سيرة لموزة، فاهم يا جمية؟ بالغم اضحك روحك في الجنة، والدنيا تصبح
هيا.